تلقاني، مقتول أو مصاب أم هو بخير؟ وإذا كان بخير أين هو الآن؟ هذه الأسئلة تشغل بال الإيرانيين تحديداً الحرس الثوري، حتى أن تقارير تفيد بوجود حالة من الذعر بين صفوف الحرس لاختفاء قائدهم. فما الذي حصل فعلاً؟ برزت الشكوك وأثيرت التساؤلات عندما غاب أعلى جنرال في البلاد يوم الجمعة 4 أكتوبر عن حضور خطبة المرشد خامنئي بإحياء ذكرى نصر الله. لنعد بالزمن إلى الوراء قليلا، إسماعيل قآني شوهد آخر مرة علناً في مكاتب حزب الله في طهران في 29 سبتمبر الماضي، أي بعد يومين على اغتيال نصر الله، وفقاً لصور نشرتها وسائل إعلام إيرانية. وبعد ذلك سافر قآني إلى بيروت وفقاً لثلاثة مسؤولين إيرانيين أخبروا نيويورك تايمز بذلك. والهدف من زيارته العاصمة اللبنانية كان للقاء كبار مسؤولي حزب الله ومساعدتهم على التعافي من موجة الهجمات الإسرائيلية. عدم ظهوره منذ ذلك الوقت خصوصاً في خطبة المرشد جعل الأنباء تتحدث حول مصيره وسط تقارير إسرائيلية ألمحت إلى مقتله. صحيفة جيروزاليم بوست مثلاً نقلت عن القناة 12 قولها إن تحقيقات تجرى بشأن احتمال إصابة قائد فيلق القدس في غارة على بيروت فجر الجمعة 4 أكتوبر استهدفت الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله هاشم صفي الدين. موقع تابيناكا الإيراني المحلي ذكر أن الرأي العام ينتظر أي أنباء تشير إلى أن قآني على قيد الحياة وبصحة جيدة، لافتاً إلى الأخبار التي تفيد بإصابته أو مقتله. أما موقع إيران إنترناشنال فانتقد عدم وجود تعليق رسمي حول مصير الجنرال الكبير قائلاً إذا كان قآني بخير فإن أفضل طريقة لتأكيد سلامته هي نشر فيديو له عبر وسائل الإعلام. وأنتم شاركونا في التعليقات، هل قآني على قيد الحياة أم مات؟